تجربة مجنونة عملتها اليومين الثلاثة اللي فاتوا، قررت أسافر. ركبت طيارة وسافرت. عايز أقول لحضراتكم أنها تجربة مقلقة جدا ومرعبة جدا، وأنا ما كنتش متخيل أن أنا هبقى قلقان كده، لأنه كمان ظاهر، تعرفين حاجة من حاجات الكورونا دي، حاجة اسمها ظاهرة الكوخ، اللي هو أنت بتبقى قاعد يعني ما بتشوفش ناس كتير، اللي هو فجأة تلاقي نفسك في مطار وناس كتير وطيارة ومش عارف إيه، حدوتة غريبة جدا. إنما تجربة مقلقة، يعني تبقى قلقان وانت بتعملها. إنما قلت عايز أسافر، عايز احنا لازم نعيش، هنعمل إيه؟ أسافر ونشتري حاجة ونعمل حاجة ونقابل حد كده يعني. طلعت من أول ما دخلت المطار القاهرة هنا، البشر كتير، هو طبعا مش كتير، انا اللي قلقان. وطبعا عندك احساس انه يعني هتجيلك في اي حاجه وهتجيلك من اي حته. وطبعا بطبيعه المطارات انت في بتقدم التذكره، وبعدين عايز ايه التذكره، ومش عارف 100 حاجه و100 حد يلمس حاجه وعد وحد يقف يكلمك. وبصراحه احنا عندنا هنا في مصر موضوع التباعد الاجتماعي ده لسه شوية، يعني مشكورين في المطار عاملين اماكن اللي هو اقف هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، يعني ثلاث اماكن، لو احنا ثلاثة كده مفيش اي مبرر ان احنا نبقى قريبين من بعض. وبعدين انا مش عارف اتكلم مع حد، ما هو كل واحد جاي يتكلم معايا، هو لابس كمامة ولابس كمامة، بس انا مرعوب، يعني الموضوع بالنسبة لي مقلق. يعني اللي مقلق اكتر ما تركب الطيارة، لانه دي الطيارة مقفولة و يعني حد عطس بتاع، فطبعا انت طول الوقت في الطيارة لازم تكون لابس الكمامة، والكمامة دمها تقيل جدا لانها بتوجع في الودان وبتعلم في الوش، ويعني بس بتفضل قاعد لابس الكمامة لوقت طويل يعني. وانا لسه ربنا ما كرمنيش قوي، انتوا عارفين يعني انا جامد قوي، بس لسه ما عنديش طياره خاصه، يعني بركب الطياره العاديه ولا عندي انتي باديز ماشي. المهم فطبعا في الطياره النظام طبعا اتغير خالص، بتجيلك الحاجات بقى في حاجات بلاستيك كده وعلبه كرتون تفتحها، مفيش بقى السخن ووعى وبتاع، ومفيش اللعب ده، مفيش الكلام ده خالص، علبه كده تفتحها فيها بتاع يعني زي اكل القطه كده، حط لك اكل. طيب نزلت وصلت مطار دبي، بصراحه الناس هناك حاجه برضو يعني، بس زحمه، ناس كتير. بالمناسبة أغلب دول اللي احنا بنسافرها كمصريين بيطلبوا مننا بي سي آر، بيطلبوا انك تبقى عامل مسحة، يعني تبقى طالع بيها من هنا، انت تبقى عامل مسحة من هنا، فلازم يبقى معاك المسحة وانت مسافر، يعني انت نيجاتيف من قبل ما تسافر. توصل مطار دبي، مساء الخير، اهلا يا اخ عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله. طب بي سي آر بقى تاني، ده غير اللي معايا. وبعدين بيطلبوا منك طلب لطيف قوي، يقول لك في يعني ابلكيشن كده تنزله على الموبايل، يبقى عندك بس في اخبار وحاجات. طيب حاضر، نعمل لك بي سي ار. طيب بس منظمين جدا بصراحه، يعني مثلا بنتكلم على 30 غرفه صغيره كده فيها تخش ايه بي سي ار، ده حاجه دمها تقيل يعني، بتاع الطويله دي تحطها في مناخيرك تخرج، يعني خدتش وقت طويل في المطار. خرجت ابتداء بقى من اول ما هتركب العربيه مع السواق التاكسي، طب ما لازم برضو لازم نبقى لابسين معاه يعني المساله كلها، يعني اللي هو انت قاعد بتشوف هتجيلك منين، هتجيلك ازاي يعني. وقالوا لك انه حضرتك لو سمحت 24 ساعه ما تتحركش من الاوتيل عشان نقول لك انت النتيجه بتاعتك ايه. فانا رحت بشوف بقى الابلكيشن،
فبيقول لي لو سمحت قول لنا يعني فعل اللوكيشن على الابليكيشن. فقلت له قال لي لا لازم تفعل عشان نبقى عارفين حضرتك فين. ففعلت فعلا. انا وصلت الساعة دبي الساعة 1 بالليل. تاني يوم الساعة 11 جات لي الرسالة. حضرتك نيجاتيف، استمتع بقى بدبي، اهلا بيك في دبي وكده. قضية ان انت تنزل تخش مول برضو مسألة صعبة. انت يعني طبعا وانت ماشي طبعا المولات هناك هم يعني مزبطنا، وعلى طول فيه بقى الكحول العسيلي بتاعنا بتاع زمان ده اللي كنا طول ما انت، بس انت كل ما بتخش مع حد عند حد تشتري حاجة او تعمل حاجة كل ده عادي. كل ده بقى على فكرة ليس مرعبا. المرعب حقيقي حقيقي، واكتشفت ان هو ده المرعب، عندما يأتي الوقت وتدخل مطعم عشان تاكل. طبعا لا يمكن هتاكل بالماسك، هتاكل ازاي؟ ففي المطاعم ده بقى المكان اللي انا بشوفه الواحد عارف دلوقتي بقى الواحد بيحس انه لما بيقلع الماسك انه عريان. فطبعا تدخل المطعم، الراجل جالي عايز تاكل كذا كذا كذا، فقال لي طب ايه لعل عشان تاكل ان شاء الله تاكل يعني. فرحت قلعه، ابتديت احس بقى برعب لانه كمان كل الناس اللي حواليا قالعين الماسك، فالناس كلها قالع الماسك وانا قالع الماسك، فايه اللي هيحصل؟ ماذا يحدث؟ فرعب بقى يعني. بقى يعني متعه السفر برضو ليست مثلما كانت، لان انت بتفكر في مليون حاجة ومش عارف ايه. طب ده عامل، طب الناس دي، طب الراجل ده لما وقف اتكلم معايا طبعا جوه المطعم بقى طبعا وانت قالع الماسك النشفة، فاللي عايز بقى يتصور اللي عايز يعمل فيجي يقرب، فتبقى يعني حدوتة كده ايه ليست مريحة. ترجع تاني برضو في الطيارة النهاردة، رجعت الطيارة الصبح الفجر طول الوقت. بس اقول لكم على حاجه لطيفه جدا اكتشفتها، في دلوقتي طلع ماسكات قماش، مش القماش العاديه دي الهزار، لا اللي هي طبقتين دي كويسه وما بتعملش في الودن ولا في الوش، انسانيه جدا يعني. انا اشتريت واحد من دبي وانا جاي ركبته لبسته في الطياره، انساني مبسوط سعيد كويس. بس بصراحة يعني اما كنت هناك كمان كانوا بيحتفلوا، الشيخ محمد بن زايد كان بيحتفل يوميها اتكلم على اول يوم يعدي من غير وفيات، امور بتتحسن يعني.